أحسن الله عليكم. تقول بآخر أسئلتها: هل يشترط لطواف الزيارة طهارة؟ وماذا يفعل من طاف على غير وضوء؟ كل الطواف تشترط له الطهارة لأنه عبادة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف لم يحفظ عنه أنه طاف على غير وضوء، قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقوله حتى تطهري هذا دليل على اشتراط الطهارة للطواف. ولما حاضت صفية بعد إكمالها الحج ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أحابستنا هي؟ ظن منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطوف طواف الإفاضة. فلما قالوا له إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال: فانفري إذن، يعني سافري، وأسقط عنها طواف الوداع مع فضل طواف الوداع. فلو كان طواف المرأة أو طواف غير فلو كان الطواف على غير طهارة جائزا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم منه الحائض، قال لها طوفي. نعم.